موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. سورة السجدة سورة مكية، آيتها 30 آية. يقال لها سورة السجدة ويقال ألف لام ميم تنزيل السجدة. أما مناسبة التسمية فسميت كذلك لأنها السورة الوحيدة من بين ذوات ألف لام ميم التي بها سجدة تلاوة. وقد افتتحت هذه السورة الكريمة بألف لام ميم تنزيل، وذكرت فيها السجدة فتميزت عن باقي السور التي بدأت بهذه الحروف المقطعة ألف لام ميم. نجد السورة قد بدأت أو فيها في أولها الله الذي خلق السماوات والأرض الآية، وختمت أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون، أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. فالعبد إذا تأمل قدرة الله في كونه وفضله عليه وكيف أخذه من عصاه خضع لمولاه ولم يتكبر، ولعل هذا يبين مناسبة أول السورة لآخرها. تدور السورة محور الرئيسي لها الخضوع لله سبحانه وتعالى. من المواضيع التي تناولتها هذه السورة بيان أن مشركي العرب لم يأتهم رسول قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا إثبات وحدانية الله وأنه المتصرف في الكون المدبر له على أحكم وجه. ثالثا تفصيل خلق الإنسان وبيان الأطوار التي مر بها حتى أصبح سويا. رابعا وصف الذلة التي يكون عليها المجرمون وبيان حالهم يوم القيامة. خامسا بيان أحوال المؤمنين في الدنيا وما أعده الله لهم من النعيم يوم القيامة. سادسا استعجال الكفار ليوم القيامة استبعادا منهم لوقوعه. من فوائد ولطائف السورة قال الشافعي رحمه الله: لا يمكن العبد حتى يبتلى ولا يصير إماما إلا بالصبر واليقين. وقرأ قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فيقال: هل يمكن العبد أم يبتلى؟ فالإجابة: لا يمكن حتى يبتلى. من رحمة الله تعالى بالعبد أن يذيقه شيئا من البلاء في الدنيا ليتوب إليه ويرجع، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ثالثا قوله تعالى في الحديث الصحيح: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا مصداق قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القراءة بهذه السورة وسورة هل أتى يوم الجمعة في صلاة الفجر، وكان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ السجدة والملك كما عند أحمد والنسائي والترمذي وهو صحيح. قوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، ورد في السنة أنها من يوم الأحد إلى آخر يوم الجمعة. وهذه الأيام وهذا الخلق العظيم يبين عظم قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه لا يعجزه شيء. ينبغي على العبد أن ينزه ربه عما لا يليق به سبحانه، لأنه سبحانه وتعالى لا ينتقم إلا من المجرمين ورحمته سبقت غضبه، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. قل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولذلك الخير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.